هذا الشخص ليس طبيعي بالمرة. ماذا لو فعلها معك وضرب سيارتك بهذا الشكل؟ الإنسان العادي سوف يهرب بالسيارة، أما لاعب الكونغ فو فلم تمر منه مرور الكرام. زي ما شفنا حضراتكم الموقف مستفز جدا. الإنسان العادي هيدوس بنزين وهيطير، هيخاف. أما لاعب الكونغ فو أو الفنون القتالية زي ما شفنا حضراتكم، هنتعلم مع بعض لكمة الهوك بانش أو اللكمة القاضية إزاي بنعملها. هتفيدك جدا في قتال الشارع. أهم قاعدة دائما كن مظلوم وليس بظالم. رقم واحد، أضم القبضة بالشكل الصحيح بالشكل ده. الأربع أصابع بيكونوا متساويين جدا وأضم بإغلاق، وإصبع الإبهام thumb أيوة يجي فوقهم بشكل جانبي sideway بالشكل ده. يبقى دي القبضة بتاعتي، لازم تكون مغلقة بإحكام. لما أجي بقى أضرب اللكمة الدائرية عندي شكلين، بشكل أفقي، الشكل الآخر بضرب بشكل إيه؟ جانبي سيف يد. نبدأ نتعلم المسار. أرجع إيدي بالشكل ده ورا تمام، وهضرب فين؟ لحد هنا كده، وارجع تاني ها بقوة، وخرج نفس ها تاني. برافو، يبقى دي كده شكل اللكمة سواء كده او كده تمام. هنيجي بقى دلوقتي نحاول نعمل ايه بقى؟ نعمل الشكل الدائري. ازاي بعمل السيركل موشن؟ القبضة هي بتكون على وجهك بالشكل ده تمام، بنزل تحت ثم الف للخارج ثم ادخل جوه. يبقى ده الشكل بتاعي اهو، بعمل ايه؟ لفه دائريه تمام. يبقى بلف يا شباب، بصوا ازاي بنزل تحت بطلع بره جسمي وبدخل جوه جسمي وارجع للدفاع تاني. يبقى ها الف اضرب وارجع للدفاع، الف اضرب وارجع للدفاع. نبدا بقى نعمل الحركه دي بقوه اليد فقط لا غير، مع خروج النفس ها وارجع دافع وارجع دافع ها اضرب. ودايما لما تهاجم لازم ايه؟ ها تدافع. برافو. هنبدا بقى دلوقتي نخرج القوه الانفجاريه. يعني عدوا كده معايا، مفصل القدم واحد، الركبه اتنين، فخذ ثلاثه، كتف اربعه، مرفق خمسه، والرزغ سته. نبدا بقى نحرك المفاصل كلها. ازاي يا كابتن؟ بلف بالشكل ده وارجع تاني والف بالشكل ده، بس ايه بقى؟ بقوه. واحد ها اتنين ها تلاته اربعه وهكذا. مع الحركه بتاعتي بقى ثابت اهو، برافو. التدريب على الساند باج بيزيد من قوة اللكمة بتاعتك والتركيز. هدي لنفسي المسافة المناسبة تمام، وانا بلف واحد اضرب الضربة دي في قتال الشارع. لو في حد بيهجم عليك مباشرة، ايد واحدة توقفه، اعمل تدافع، والاخرى وانت بتلف اهي ضربة ايه؟ اوه يوسف طب خير؟ حبيبي ايه؟ راحت عشان الراجل ما يتصابش. يبقى في شخص داخل عليا، ايه ده اهي؟ تدافع، او بصد بالشكل ده، انا بصد بالشكل ده، ايوه مجرد ما صديت بقى تروح ايدي اهي على طول داخل وضارب اللكمة بتاعتي. تاني اضرب بزق بايد واضرب ايه؟ بالاخرى. يا رب نكون استفدنا.